الإسماعيلية يعني ننصب الغاية وبعدين ناخد الخيط ونشوف إيه الاستقامة، وهل هناك شيء يعني يحول دون الاستقامة مثلا عشان نلف كده حول جبل ولا نلف حول وادي ولا حتة رملية ولا مسألة بقى شغل الله. فقال لك مين الغاية الذي حددها الله، خلاص، والطريق هو اللي حدده الله. تبقى المسألة هندسة عليا الاثنين، هندسة عليا الاثنين. يبقى إذا ما يشرعه الله هو الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل الله. الله، يبقى إذا اهدنا الصراط المستقيم، يعني يا رب احنا أعطينا العهد إياك نعبد وإياك نستعين ومستعدون للصراع ومؤمنون بأنك وراءنا مسببا، وإن أعطيتنا إيه وأعطيتنا أسبابا، فيا رب زودنا بالهدى الذي يكون منصب على التكاليف المطلوبة منه علشان نحقق إياك نعبد ونحقق إياك نستعين. طب اهدنا الصراط المستقيم. قال لك لأن الطالب للشيء هو المنتفع به، الله يطلب لأنه يحب من عباده، ولكن المنتفع بالتكليف من؟ العبد. يبقى هو اللي يطلب الهداية. يبقى شوف بقى الاختمار العقدي في الأول وفي الآخر وصل إلى إيه؟ إلى أنه هو الذي يحط نفسه في إيه؟ في قيد التكليف. واحد بيحب يخرج نفسه من حرية الحركة والاختيار إلى إيه؟ إلى قيد التكليف، لأن مين اللي مأيده؟ ربنا. فهو آمن ربنا في إن تقييده لحركته ده هو الموصل للإيه؟ هو الموصل للغاية. الهداية اهدنا في أول معانيها الدلالة بلطف، الدلالة بلطف، لأن الهداية دي منشأ إن في ضال وأنت عايز تهديه، يبقى ما توجهوش بقسوة. ليه؟ لأنك ستخرجه عما ألف، ومدام ستخرجه عما ألف ما تجمعش على نفسه صعوبتين، صعوبة خروجه عما ألف لا بطريقة سيئة تسيء إليه، ده عايز يتحبب إليه، ده الدنيا اللبقة حتى في عالم الأمراض بيجي للدواء المر ويحطه ببرشام، مش عايز يجمع على المريض بين انه يقول له كذا فبايه؟ قلت له برشام. يبقى اذا اهدنا الهداية دلالة بلطف مش دلالة بقسوة، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. تعال اهدنا الصراط المستقيم، ومن ألطف من الله ليهدي باللطف. هيهدينا بالإيه؟ باللطف. اهدنا الصراط المستقيم كلام مطلوبه نظري تكليفي، يقوم يأتي الحق سبحانه وتعالى ليبين لنا أن الطريق المستقيم، الصراط المستقيم اللي انتوا عايزين الهداية فيه ده، هو صراط المنعم عليهم. وصراط المنعم عليهم دين إذن بينقلها لك من كلام نظري إلى واقع. فقال اللي أحببتهم هديتهم لده، فأنا بطلب زي مادة المين لمن أنعم عليه. ولذلك الآية تقول إيه؟ من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يبقى إذن الكلام المنهج، لأن فيه صورة واقعية تشجع لأننا أبقى زيهم. طب صراط الذين أنعمت مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، طب هم اللي بيطلبوا الهداية عرفوا الحكاية دي منين؟ طب أنا بطلب أقول لك اهدني الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، إيه اللي عرفوا حكاية اللي أنعمت عليهم دي؟ برضه هو اللي أخبرهم. يبقى واثقوا فيه آمرا وواثقوا فيه صاحب عايز إياه. الاثنين.
لا الاثنين الذي انعمت ايه عليه من النبيين والايه والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك ايه رفيقا. الله. وبعدين علشان تبقى المسألة واضحة الإيجاب وواضحة السلب، ما هو مدام يقول صراط الذين أنعمت عليهم خلاص كافية، إنما هنا يأتي التنديد بالمقابلات. ليه؟ لأنه لما يجي يقول لك كل من الطبق ده الحلو ده العسل وبلاش ده أحسن مر، لما ما يكونش سيرة المر دي ما أوهجكش إلى الحلو، لما يجي العسل لوحده بدون مقابلة ما يهيجكش، يوم يجي يقول صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. طب ما هو مدام صراط الذين أنعمت عليهم هيبقوا إنما بيجيب المقابل، بيجيب المقابل عشان إيه؟ علشان يهيجك إلى الخير، لأن هاجة إلى الخير. ولذلك هناك يقول إيه الشاعر برضه، الشعراء دول بيقولوا لنا المعاني كده علشان وبعدين كله ايه ياخد المعنى على ما يقول ايه. فالوجه مثل الصبح مبيض، والشعر مثل الليل مسود. فهمنا المقابلة؟ فالوجه مثل الايه مبيض، والشعر مثل الليل مسود. ضدان لما استجمع حسنا، والضد يظهر حسنه الضد. يبقى إذن كان يكفي أن يقول صراط الذين إيه أنعمت عليهم، إنما بده يهجن بالمقابل، يقول غير المغضوب عليهم علشان أعرف إن أنا ما كنتش هنا هبقى فيه، يقوم أكره إن أنا ما كنش من الإيه من المنعم إيه عليه. ولذلك من عظمة الجزاء أيضا أن يكون كذلك. ولذلك يقول لك إيه، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. طب ما هو كان يقول يدخل الجنة، يقول لك لا بس لازم يشوف النار. الله. لما يشوف النار، ولذلك أدي الصراط على متن جهنم ليه؟ علشان مش يكفي أن أدخل الجنة، ده يكفي أن أرى النار اللي الإيمان نجاني منها. مجرد أن لا أدخل النار ده يبقى مكسب، فكيف إذا نجوت من النار ودخلت الجنة؟ يعني لو كنت على الأعراف كده تبقى كويس، لكن شوف بقى الدقة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. يبقى ده السر في إننا لازم إيه لترونها عين الإيه، شوفوها كده عين اليقين، علشان تبقوا تعرفوا الإيمان أي شيء أدى لكم الإيمان بالله حتى إنه نجاكم من دي. لو أنكم دخلتم الجنة بدون أن تدركوا هذه لما وجد الإيه، لما وجد الفارق. يبقى إذن صراط الذين إيه أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. وشوف كلمة أنعمت، الإنعام جاي ألف اللي تقيدوا بالتكليف. الإنعام جاي في مين؟ في من تقيدوا بالتكليف. وكل من أحكم في نفسه قيد التكليف كان أشد إنعاما. يبقى التكليف ده جاي ليه؟ جاي للإنعام. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن فيه إيجابية أنعم عليهم، إنما التنين مقابلهم اتنين، لا أكون من إيه من المغضوب عليهم ولا من الضالين. إيه الفرق بين المغضوب عليهم ومن الضالين؟ المغضوب عليه من عرف الحق وكابر فيه ولم يأتي، إنما الضل غلبان ما لقاش حد يهديه وعمال متخبط ولا لكن طب وما ذنبه؟ قال لك كان واجب إنه يبحث في هذه المسألة، وقال لا يجعل مسألة دينه أدفع المسائل ما يتعرضش لبحثه. ده لو قالوا له هنغير بطاقة التمويل على البقال الفلاني هيقعد يبحث ويشوفها إيه ولا، فلما يجي يقول له الدين ما يهتمش بالدين، يبقى كان الضال ده جاي ليه؟ ولذلك جاء في المرتبة الثانية، هو صحيح ضال ومش عارف مش مهتدي، ما حدش عرفه الحقيقة، إنما عاش على غش الغير ولم ينبه ذهنه لأن يبحث في الوجود كله ليعرف المنهج، إنما دوك عارف المنهج وبعد عنه. ليه؟ لأنه ملوش طاقة على طبيعته.